مالكم على اليسار، سافيتش انتظار، لمسه لسافيج، يا هلال شيء من الخيال، لقطة جميلة خيالية، كورة ولا أروع، الله الله، تيكي تاكا هلالية أمام اليوم، يا لها من ليلة، يا لها من تمريرة، يا لها من لمسة، يا لها من لقطة، يا له من هدف، يا له من متروب. شوفها مرة أخرى، متروبيتش لمالكم، سيرتي الانتظار، وينك يا مترو؟ شيء من الخيال في أداء الهلال، التمريرات الهلالية الهلالية، مالكم وماذا؟ ماذا في هذه اللقطة؟ لا شيء في قرار الحكم، يا إلهي. لحظة فيها كلام هذه اللقطة، فيها كلام هذه اللقطة، ضيف على عيني وراسي انتر ميامي، لكن لابد في هذه الليلة تصل كرة إلى نيميش، نيميش عرضية خطيرة، الحمدان تسديده ثاني، يا زعيم الله الله الله، الثاني للحمدان ولا أروع، أي هلال هذا؟ أي سحر هذا؟ هذا ما يعرف بالسحر الحلال، هذا هو مفهوم الهلال، هذه شخصية زعيم، وليلة من ليالي زعيم، دقائق هلالية، انتر ميامي، إنه يثير الشفقة أمام زعيم آسيا، روبن شوفها مرة أخرى، الحمدان في زهد، حذاري يا ليو، ليو بينية جميلة، البافي هذه لفرالي سواريز، يا إلهي، مستحيل اللقطة كان فيها تسلل على لويس الدوم، كان فيها تسلل، اشتقت لك يا لويس الدوم، اشتقت لأيامك يا سواريز، لألبا وسواريز، خلصها حبيبي يا إلهي. كان فيها تسلل اللقطة الماضية، لكن حبيب في الموعد، حبيب الوطيان كان في الموعد في اللقطة الماضية، عمل طويلة لميشيل، ميشيل، وكرة يا إلهي، يا سيرجي، الله على النظرة يا سيرجي، أي سافيتش هذا يا جماعة، لإنتر ميامي، وين ردة الفعل؟ وين اليوم؟ وين التمريرة؟ لمن؟ كرة بينية خطيرة، فرصة لإنتر ميامي، والتعادل قد يأتي الفرصة الهدف الأول، فيها تسلل، أي تعادل، 2-0 للهلال، حتى لقطة سواريز فيها تسلل، متوتر لويسيتو في هذه اللقطة، ما إذا كان فيها تسلل أم لا؟ ساتنيوم لسواريز، تمريرة الرد، تعادل، كان فيها تسلل على ليو، تسلل على ليو في قرار الحكم المساعد، يا إلهي، على لقطة مرة أخرى تثير الأجواء، غلطة دفاعية أخرى في دفاع الهلال ينجح من خلالها فريقي إنتر ميامي، حاول ميشيل بينية خطيرة، الحمدان بكرة عرضية، وبالرأس يا ميشيل، الثالث، الله الله، روعة، يا ميشيل، أي ارتقاء، لمسة ولا أجمل، ليالي الزعيم، ما مثلك ليالي، ليالي الزعيم، في الكينج دوم أرينا، هلال ولا أروع، أكثر سحر، أكثر متعة، أكثر جمال، أكثر احتفالية، أكثر روعة، ليلة تاريخية، بهمسة، بلمسة، براسية ولا أروع، حيث كان القصير ميشيل أطول من الجميع، ميشيل، العرضية من حمدان، الراسية يا ميشيل، هذا ويقدم هذا الأداء أمام الزملاء اليوم، يا مالكم تسيده، يا لا
لوحة جميلة لم تكتمل، يا أغنية جميلة لم تكتمل، يا رسمة يا لعبة يا تحفة فنية لم تكتمل. الضربة يمين على اليمين، يا أدلين بكرة خطيرة وتمريرة وفرصة، ولكن سافيتش يتدخل في هذه اللحظة. هل يوجد ركلة جزاء على محمد جعفري؟ وبالتالي يحصل إنتر ميامي على الفرصة للعودة في هذه المباراة. الصراع لكم فيش، ماذا قررت في هذه الأثناء؟ ركلة جزاء لإنتر ميامي على محمد جعفري ليحصل ميسي على الكرة من أجل أن تكون له بصمة في هذه المباراة. هذه اللقطة للهدف الثاني لإنتر ميامي في هذه الأمسية. ترقب وانتظار ليو أمام الطيار ليو. نعم نعم، من غيره ليو، من غيره ليو، من لها غير ليو. ميسي يسجل هدف ثاني لإنتر ميامي، يعيد أمامية ومحاولة لمساعة رويز ومرور جميل رويز مرة ثانية وتسديده. يا إلهي مستحيلة يا إنتر ميامي، يا الله. دقيقتين كانت كافية لقلب الموازين في كينج دوم أرينا. الله على هذا السيناريو، الله على هذه اللقطة، الله على هذه اللعبة. مالكم عرضية رأسية جميلة لكنها في يد الحارس، حلوة من جانب مترو. مترو برأسية رائعة لكن كاليندر. لمسة بينية خطيرة إلى ليا وكرة في الشباك الجانبي. يا إلهي أروع، وانفراد وكرة وفرصة. يا إلهي تصل بعد ذلك إلى ميشيل. ميشيل يحاول بلمسة بينية، مالكوم جميلة لكنها شوية صعبة. بعد من جانب الدفاع تدخل وكرة أمامية خطيرة باتجاه سواريز. الوزيت تسديده ولكن الوطيات تعلق فيها تسلل. كم مرة مالكوم عدى، مالكوم تسديده لكنها بيد الحارس. حلوة اللقطة، جميلة 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 يا زعيم. لكنها في هلالية في هذه الأثناء. هل هي هلالية في هذه اللقطة؟ خطيرة وفرصة لكنها مرت. جميلة العرضية من لودي، جميلة من لودي لكن ميشيل محاول على جهة اليمين خطيرة هلالية بكرة عرضية فرصة بالرأس. يا مالكوم يا مالكوم يا مالكوم بالضربة القاضية الرائعة. وقتك يا مالكوم، مالكوم تايم، مالكوم الكبير، مالكوم يا عيني مالكوم. الضربة الضربة الرأس العالية، القوة بعد ثواني من خروج اليوم. الهلال يخطف الرابع الرائع، اللمسة واللعبة ساحرة. العرضية العديد من عناصر برشلونة لكن انظروا إلى سيرجي وميشيل، جميلة لكن الحارس يا سيرجي.